استقبلت مؤسسة حياة كريمة جورج ألبرت ابن محافظة المنيا، والذي أبهر الجميع بموهبته الاستثنائية في النحت. أكدت مؤسسة حياة كريمة استمرارها في رحلة تبني الموهوبين ودعمهم. ضمن خطة حياة كريمة في دعم المواهب الشابة، استقبل أعضاؤها جورج ألبرت، طالب في العشرين من عمره يمتلك موهبة الرسم وتشكيل المنحوتات الفنية، لبحث كيفية تنمية موهبته والاستفادة منها. جورج بالنسبة لنا مصدر إلهام، مش بس لمؤسسة حياة كريمة، لكافة متطوعيها على الأرض. فقررنا ان احنا فعلا هنتواصل معاه، هنبدا ندعمه من دلوقتي لحد ما نوصله لاكبر مكانه ممكنه. وده بسبب ان احنا مؤسسه حياه كريمه من دورها الاساسي ان احنا لازم ندعم كل المواهب الشابه وكل الناس المتفرده في امكانياتها وفي مهاراتها، علشان نوصلهم لاعلى قيمه معاهم واحنا معاهم طبعا. سعادة عارمة عمت وجه هذا الشاب عندما تفاجأ بأن حياة كريمة ستعمل على دعمه لتمكنه من النحت وممارسة عمله في مناخ إبداعي يتلخص في اهتمام المؤسسة بأشكاله الفنية حتى تصل به إلى طريق الإبداع الصحيح. ليس هو فحسب، بل تسعى حياة كريمة في الوصول إلى غيره من الموهوبين في كل المحافظات. مؤسسة حياة كريمة تواصلوا معي عن طريق الفيس وحددوا ميعاد معايا وجيت استضافوني، كرموني بجائزة حياة كريمة وخدوا كل التفاصيل عنه وكل المستلزمات يعني اللي أنا أحتاجها في مجال الفن أنا أكمل وأوصل الحلم يعني. دي بالنسبة لي لحظة أكيد فخر وشرف لي أكيد طبعا أن أنا أكون وسط مؤسسة حياة كريمة. حياة كريمة ليست مجرد كلمة ترفع على اللافتات فقط، بل هي مؤسسة تبني وتطور وتمكن وتتبنى لتنهض بكل شباب مصر في كل المجالات الحياتية المختلفة.